الله مكبر غلاك ينبض بحبك فؤادي، من يشبهك يا ملاك من يشبهك يا ودادي، انت بشر غير عادي فيك الجمال العجيب، رهيب والله رهيب. والله رهيب صراحه. زبطتها الاغنيه هذه سنه 1995 شكلت نقله كبيره في مسيرته الفنيه، واشتهرت على مستوى العالم العربي كله، وتلاها اغاني كثيره رددوها ولسه الى الان واللحظه هذه يرددونها المستمعين. اللي مو بس غنى لهم اغنيه عالم موازي، انما بصوت اعماله خلق لهم عالم موازي يهربون له. يا طيب القلب وينك، حرام تهجر ضنينك، مشتاق لك يا حياتي. من أبرز مطربي الساحة الفنية الخليجية وأكثرهم شعبية، يجمع بين جمال ودفء الصوت والإحساس العالي ومهارته في العزف على العود. أنت حل شخص وأوقف أمام مرايتي، ارميني عجاج البر للطوفان. أحب الغناء من صغره، وانطلاقته الحقيقية كانت سنة 1984 من خلال أغنية سيد أهلي اللي حققت انتشار واسع. تمهل يا خدين الروح لا تعجل، وشوف شكلي الأول مرة يحصل لي. ومن يومها تنوعت مراحل مسيرته الفنية، وتنوعت معها أعماله اللي تعامل فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين. قرت سنة والعين يعشقها السماء، اتدلع يا كايدهم اتدلع يا كايدهم. بأكثر من 30 ألبوم غنائي والعديد من الأغاني المنفردة، أرضى كل الأذواق واستحق لقب أمير الطرب. تصدق حبيبي وانا اللي بعطيك روحي، ما ادري لوين راحوا. عبد المجيد عبد الله، عنوان للتميز والفن الراقي. رهيب والله يتفضل الفنان عبد المجيد عبد الله لتسلم جائزة صناع الترفيه الفخرية من معاليه. يا حبيبي أهلا وسهلا، العافية. طبعاً كل اللي بقوله قالوه زملائي وزميلاتي، ولكن اختصاراً شكراً بلدي، يعني هذا اللي أقدر أقوله. شكراً هيئة الترفيه متمثلة في معالي المستشار تركي آل الشيخ، شكراً مجموعة MBC أستاذ وليد الإبراهيم، وشكراً لكم. ما عندي كلام أقوله، أنا فخور فيها وشكراً أنكم شرفتوني. شكراً. سهل ألف مبروك.